مجموعة مستشفيات السعودي الألماني. نحن بعون الله نرعاكم. نبحث دائماً عن الجديد في عالم الأزياء والموضة، ولا نتنبه إلى المخاطر الصحية التي قد نواجهها نتيجة ارتداء بعض الملابس. دراسة بريطانية حديثة أثبتت أن ارتداء الكعب العالي باستمرار وحمل حقائب اليد الثقيلة والضخمة بشكل منتظم، وكذلك ارتداء الإكسسوارات كبيرة الحجم، يسبب أضراراً صحية. فعلى الرغم من أن ارتفاع الكعب أحياناً يكون مريحاً أو مقبولاً، إلا أن ارتداءه باستمرار يسبب ألماً شديداً في باطن القدم والكعب، كما يؤدي إلى التهاب الأوتار التي تصل ما بين عظم الكعب وقاعدة الساق، الذي يؤدي بدوره إلى قصر في عضلة الساق وألم وورم. أما ارتداء القلادات الثقيلة مع حمل حقائب اليد فيسبب انحناء في العمود الفقري، حيث يؤدي هذا المظهر إلى إجبار الرأس على الميل إلى الأمام، ويضع ذلك ضغطا على العنق وفقرات الظهر، ما يؤدي إلى حدوث تشنجات في الظهر والشعور بآلام شديدة على المدى الطويل وضمور الديسك. ويقدر الحد الأقصى لوزن حقيبة اليد بنحو 2-3% من وزن الشخص، في حين يجب تبديل وضع الحقيبة على الكتفين لتوزيع الضغط على كل منهما. في حين أن ارتداء الملابس الضيقة كالجينز وغيره فيؤثر على الخصوبة عند النساء، كما يؤثر على أعصاب الظهر والساقين والدورة الدموية، ما يزيد من فرص التعرض للإصابة بالذوالي المعروف بالفاريس. زينب خرفاتي، العربية.